ما تعودنا على مدار الساعة وكخلية نحل لا تتعب أو طبعا تسأم تمارس الجهات المعنية في الدولة نشاطاتها وعلى أكمل وجه لراحة المواطنين وتقليل تداعيات كوفيد 19. نعم نجيب على هذا المنوال. تواصل إدارة خدمات الطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء والماء جهودها دون توقف في خدمة جميع المستهلكين بتوفير مولدات للكهرباء. 3 مقرات على مستوى البلاد تعمل بجهوزية كاملة في حال وصول بلاغ عن انقطاع أو عطل في الكهرباء مع الأخذ بكافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية. المزيد نتابعه في سياقنا أو في سياق التقرير الآتي. إدارة خدمات الطوارئ في وزارة الكهرباء والماء تواصل جهودها على مدار الساعة دون توقف في خدمة جميع المستهلكين بتوفير مولدات الكهرباء على أكمل جاهزية في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتعمل على مستوى دولة الكويت. سواء بالأزمة أو بشكل عام يعني السابق تجينا شكاوي أو اتصالات من إدارة شبكات التوزيع إن مثلا في بعض الحالات ان عندهم احمال زايده على بعض المحطات واحنا يبون يخففون عليها الاحمال. في بعض المواقع نورد لهم مولدات نوفر لهم ان تخفيف احمال مو معناته ان في شيء او في خلل بالمحطه، لا، ممكن يكون المحطه طافت اللود اللي هي مطلوب تعطيه، فملزومين ان نزيد لهم مولد أن يخفف من أحمالها بس لا يأثر على المستهلكين بالمنطقة. 3 مقرات في جهوزية كاملة في حال وصول أي بلاغ عن انقطاع للتيار الكهربائي بكوادر فنية تعمل في حالات الطوارئ. احنا شغلنا على المولد نفسه، نقوم بتشغيل المولد، نشوف نحدد موقع المولد وين يكون صافط بالضبط على أساس أنه ما يسكر على الشارع ولا يضايق الطريق، وبعدها نقوم بتوصيل نتابع توصيل الكيابل على الماكينة ونقوم بتشغيل المولد. بالنسبة للنقاط داخل الماكينة تكون البطارية شغالة والام سي سي شغال وبس، يعطينا إذا كان وصل الكيابل صح على حسب الحجم الكيابل، إذا وصلوها صح نشغل الماكينة. توفير مولدات في جميع المناطق المعزولة وغيرها مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والصحية. وعلى الحويدر، تلفزيون دولة.